من مبادرة الباحثون المسلمون. تأسست المبادرة في سنة 2015. تجاوز عدد المناشير على الفيسبوك 6000 منشور، بين مقالات، أخبار، أسئلة علمية، ونشر من صفحات الصديقة والموقع. ساهمنا بإضافة أكثر من 4000 موضوع علمي في الويب العربي، يمكنكم تصفحهم في موقعنا الإلكتروني الرسمي. أكثر من 500,000 زيارة شهرية على موقعنا الإلكتروني من قبل محبي العلم والحقيقة. قسم خاص في موقعنا نشر فيه آخر الأبحاث العلمية لأعضاء المبادرة في المجلات العلمية المحكمة العربية والعالمية، يسمى من إنجازات أعضاء الباحثون المسلمون، أو على هاشتاغ نحن الباحثون المسلمون. تجاوز عدد المتطوعين 200 متطوع، موزعين على أكثر من 10 فرق علمية وتنظيمية، موزعين في مختلف أنحاء العالم جغرافيا ومن جنسيات وأعمار ودرجات علمية مختلفة. يتابعون على فيسبوك أكثر من 700,000 متابع، وعلى اليوتيوب أكثر من 18,000 متابع، وتويتر أكثر من 4,000. المبادرة ليست موجهة لدولة واحدة فقط، بل للمجتمع المسلم الناطق باللغة العربية في كافة أنحاء العالم. باب التطوع دائما مفتوح في وجه الراغبين في الانضمام إلينا من خلال من استمارة في الموقع الرسمي.